بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. علماء الحديث النبوي الشريف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يدركون هذه المعاني إدراك حقيقي ودقيق، يدركون أن الكتابة لا تعني التوثيق المطلق، وإنما الذي يعني التوثيق المطلق الحفظ الجيد كما قلت. والإمام مالك وغيره سئل عن رجل صاحب كتاب، يعني مثلا أنا جئت إلى كتاب من الكتب لشيخ من شيوخي وكتبت هذا الكتاب وقابلت حتى على نسخة المؤلف أو قرأته على المؤلف وصحح الكتاب والكتاب صحيح وأنا الذي كتبته وأنا الذي حافظت عليه، يعني وضعته بعيدا عن أيدي العابثين، برغم هذا إذا لم أكن أحفظ ما في الكتاب يبقى لا يصح الرواية عني. يعني يحذرون التلاميذ من أن يستمعوا إلي في مثل هذا. فواحد من الناس بيسأل الإمام مالك، يقول له الرجل عنده كتاب صحيح ولا يحفظ حديثه، لا يحفظ هذا الحديث الموجودة في الكتاب، يعني غير حافظ بالنسبة له عن ظاهر قلب، لا يحفظ أحاديثه، أأروي عنه؟ أستمع إليه وأروي عنه؟ قال لا. الإمام مالك قال لا. قال له لماذا؟ قال أخشى أن يزاد في كتبه بالليل وهو لا يدري. طبعا الموضوع ده بالنسبة للكتابة اللي كانت موجودة أمره سهل، لأنهم كانوا يكتبون بالقلم، يخطون بالأيدي على الجلود، على كذا على كذا، على الحجارة كانوا يخطون، لأن لم تكن أدوات الكتابة متوفرة بالنسبة لهم. فبالنسبة للزيادة على ما كتب في قطعة من الجلد أو عظمة من العظام أو حجر من الأحجار الأمر فيه سهل. فبناء عليه كان علماء الحديث يحذرون من الرواية عن الذين لديهم الكتب ولكنهم لا يحفظون تلك الأحاديث. أما إذا كان يحفظ عن ظهر غيب ويحفظ في الصدر الأحاديث الموجودة في الكتاب والكتاب موجود أيضا، يبقى كما يقولون أو كما نقول يعني مرحبا وأهلا، لأنه يكون في الجودة غاية الجودة بالنسبة لحفظ هذه الأحاديث. وبتتبع العلماء علماء الحديث منذ القديم لكتب وأحاديث الأئمة الرواة كانوا يكتشفون الشيء، بعض الشيء من التزييف في المخطوطات أو في المكتوبات. مثال يعني حماد ابن سلمة رحمه الله تعالى، هو من كبار أئمة الرواة، كان تزوج امرأة كانت متزوجة قبله وعندها ولد من الزوج الأول وما إلى ذلك، فجاء إلى كتاب من كتب حماد بن سلمة وأضاف بعض الأحاديث، أضاف بعض الأحاديث. كيف عرف العلماء هذه الإضافة؟ كيف عرفوها؟
هم حينما ينظرون إلى الكتاب، ينظرون إلى الرواه الموجودون في الكتاب، حماد بن سلمة شيخ له تلاميذ والتلاميذ يروون عنه، يتتبعون روايات كل التلاميذ، فلم يجدوا هذه الرواية عند أي تلميذ من تلاميذه على الإطلاق. جميع التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون أو يروون عن حماد بن سلمة لم يرووا مثل هذا الحديث على الإطلاق. يبقى هذا الحديث مخصوص بالكتاب فقط. كيف الكتاب؟ يعني سألوا، بحثوا، نقبوا، فعرفوا أن ربيبه، ربيبة ابن زكته يعني، أن ربيبه أضاف هذا الحديث إلى هذا المكتوب. ومثل هذا أيضا حدث بالنسبة لمعمر ابن راشد الأنصاري. معمر من العلماء يعني أكبر تلاميذ الإمام الزهري، وهيجي لنا مناسبة نتكلم عليه. فمعمر ابن راشد كان له ابن أخ كان مبتدع، يعني مذهبه من المذاهب التي ليس عليها أهل السنة والجماعة. فمن أجل أن يؤكد أو يؤيد ما يذهبون إليه، أضاف إلى معمر حديث في هذا الموضوع. ويضيف إلى معمر، لأن إذا كان معمر راوي هذا الحديث يبقى معناها هذا الحديث كل الناس ستأخذ به، فأضافوا به. فتتبعوا أيضا كتب معمر، الرواه عن معمر اللي هم التلاميذ معمر لم يجدوا هذا الحديث عندهم، بالتفتيش بالبحث بالمقارنة توصلوا إلى أن هذا الابن الأخ ابن أخيه هو الذي أضاف هذه الإضافة. فنقول إن علماء الحديث النبوي الشريف كانوا يرون أن الحفظ في الصدور أولى من الكتابة والتدوين، ودي مقدمة لازم ناخد بالنا منها ونحرص عليها، لأن هنبني عليها أشياء بالنسبة لهذا. فهذا كان يعني منهجهم. ثم ضرب الأمثال في الذاكرة والحفظ، قوة الذاكرة والحفظ. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله حبر الأمة، بيقول إن هو مر في الطريق فوجد مجلس من المجالس، وكان فيها بعض الخوارج، طائفة الخوارج اللي كانت موجودة، هو الإمام علي رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان أرسل عبد الله ابن عباس اللي هو ابن عم، أرسله إلى الخوارج ليناقشهم ويقول لهم ما فيش داعي للانشقاقات، ما فيش داعي للخروج على ما هو معلوم لدى المسلمين من الدين بالضرورة، ما فيش داعي لتكفير من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كان لها إلف بيهم. فلما مر وجد بعضهم موجود فجلس بينهم معهم، وكانوا يستمعون إلى قصيدة لشاعر من الشعراء، وكانت القصيدة في الغزل، يعني قصيدة ما كل إنسان يحب أن يجلس في المجلس الذي تنشد فيه بالنسبة له. فجاء أحد هؤلاء الخوارج
وقال له: كيف يا ابن عباس جلست هذا المجلس واستمعت إلى هذه القصيدة؟ يعني قال له: إزاي أنت جلست هنا واستمعت إلى هذه القصيدة؟ القصيدة كانت تفوق 100 بيت، يعني أكثر من 100 بيت شعر بالنسبة لها. فابن عباس قال له: وما رأيك إذا كنت قد حفظتها؟ من أول مرة سمعها وموجودة، وهو موجود، من أول مرة سمعها حفظها. قال له: كيف حفظتها؟ قال له: حفظتها، سمعوها له وقالوا له: قولها، أعدها، رددها، فرددها ولم يخطئ فيها ابن عباس. فالذي يحفظ قصيدة شعر من أول مرة تفوق 100 بيت، ألا يستطيع أن يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي حرصه واهتمامه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد وأولى، وبناء عليه يسارع إلى هذا الحفظ. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان الناس يتعجبون من شدة حفظه، وحنتكلم عليها مستقبلا إن شاء الله لما نتكلم ندخل على الكتاب بهجة النفوس. فبالنسبة للإمام البخاري كان مضرب الأمثال في الحفظ، حتى إن الذين يكتبون كانوا يطلبون منه أن يصححوا كتابتهم عليه، يقرؤون عليه ما كتبوا ويستمعوا إليهم ويقول: هذا صحيح وهذا خطأ. فكان مضرب الأمثال. فكان الناس يتحدثون إن الإمام البخاري بيتناول نوعا من الأطعمة من النباتات من كذا كذا علشان تقوى ذاكرته وتقوى حافظته، وهذا دأب الناس العوام. إذا وجدوا واحد ربنا أنعم عليه، إذا وجدوا ربنا واحد أنعم الله عليه، يحاولوا ما استطاعوا أن يدعوا أي ادعاء، أو يدعي أحدهم أنه يعلم ما لا يعلمه الآخرون ويقول شيئا ما. فكانوا يقولون إن الإمام البخاري يتعاطى بعض الأطعمة التي تقوي الذاكرة. فتلميذه حاشد بن إسماعيل كان معاه ملازمه بيخدمه، فقال له: يا إمام، الناس يقولون إن الإمام البخاري يتعاطى نوعا من النبات من أجل تقوية الذاكرة. فقال له: الأمر كما تعلم، يعني واحد بيخدمه ملازمه الليل والنهار، فالذي يلازمه الليل والنهار يعرف إن كان يتعاطى هذا النبات أو لا يتعاطى هذا النبات. فقال له: لا. قال له: طب ومنين الذاكرة القوية؟ هبة من الله. فقال له: إنما هي النهمة. النهمة شدة الاهتمام، شدة التعلق، منهوم يعني أكثر من العطشان بالنسبة لهذا، شدة الاهتمام، النهمة والإخلاص والمذاكرة. يعني معناها علشان أحفظ الحفظ الجيد التلات أمور دول أنا حريص عليهم. أول حاجة يكون عندي الرغبة القوية، عندي الدافع الشديد لحفظ هذه الأشياء. وهل يجد الإنسان دافعا مثل الدافع الذي يدفعه إلى حفظ ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان بقدر ما يحب، بقدر ما يتعلق بمن يحب. فالذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام يحبون أو يندفعون إلى معرفة كل ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مشاهد بحسب الواقع. فالنهمة موجودة لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الإخلاص، يعني يخلص لله، لماذا تحفظ الأحاديث؟
أحفظ الأحاديث لكي أتكلم بها في المجالس والناس يقولون فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا؟ لا، إنما يحفظ الأحاديث لكي يبلغها للناس كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ده الأصيل، وزي ما بيقولوا إن الإمام الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع، شيخ من شيوخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني معناها إنك تخلص لله، تستقيم على أمر الله، تلتزم طاعة الله عز وجل، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إذن الإخلاص يعني أساس من الأسس في الحفظ في الصدور. ثم المذكرة، لأن ربنا ما لا يعطي شيئا إلا بسبب. بالنسبة للناس ربنا كلفنا، كلفنا وأمرنا أن نعمر هذه الحياة، فلن نعمرها إلا بالأخذ بالأسباب فيها، ولذلك ربنا شرع الأسباب وعليها أو من ورائها المسببات والنتائج. فبالتالي المذاكرة طريق إلى تحصيل العلم في أي مجال من المجالات. فالذي يريد أن يحفظ الأحاديث لن ينزل عليه الوحي، ولن ينزل عليه من السماء يعني شعاع يملأ جسده بحيث يصبح حافظا، لا، إنما لابد، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فالمفروض أنه يلتزم مثل هذا في الحفظ في الذاكرة. يبقى هكذا يمكن أن ندرك أن الحفظ في الصدور هو الذي يأتي أولا، وهذا ما حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الأحاديث أو كتابة السنة في مجلسه، مجالسه التي كان يجلسها وأعماله التي كان يعملها، لم يأذن بكتابة الأحاديث إلا في حالات معينة، حالات مخصوصة. أما مطلقا احفظوا كما كنا نحفظ. يعني كان بعض الصحابة يقول لتلاميذه لما يأتون يقولون لو نريد أن نكتب احفظوا كما كنا نحفظ. أما مسألة الكتابة ده موضوع آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نهى عن كتابة الأحاديث النبوية الشريفة فإنما نهى عليها عنها في أحوال خاصة، كما أنه أمر وأذن بكتابتها في أحوال خاصة. وسيكون هذا موعدنا في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. نسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.